24 ساعة من سيناريوهات الرعب عاشتها ساحات الاحتجاج في بغداد. مسلحون يقتحمون ساحة الخلاني ويطلقون النار عشوائيا فيسقط قتلى وجرحى، لكنه ليس الهجوم الوحيد، إذ كان قد سبقه اقتحام أنصار أحزاب مشاركة في السلطة ساحة التحرير. تعاقب الهجمات يبطن رسائل سياسية وفق مراقبين. أعتقد ناس قليلين يتحدثون عن التظاهرات السلمية وعن مطالب مشروعة، الكل يتحدث عن حقن الدماء، عن خفض وتيرة التوتر، كل هذا حديث الساعة أصبح اليوم. فهذا عندل يدل على أنه بعض الجهات قد نجحت في حرف البوصلة عن مطالب الشعب الحق. نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة. الهجوم الدامي أتى بعد ساعات من دعوة المرجعية الدينية في النجف إلى رفض أي تدخل خارجي في ملف اختيار رئيس جديد للحكومة، وتزامن أيضا مع تسريبات بوصول الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد. نحن وصلنا إلى المراحل المتقدمة في إطار التدخل الأجنبي، وهذا ما رفضته المرجعية عندما قالت بأنه يجب أن نعطي فرصة للقيام بالإصلاحات وعدم انحراف هذه التظاهرات. وفيما تقف الأجهزة الأمنية العراقية عاجزة عن حماية المتظاهرين، تتهم الحكومة من تسميه الطرف الثالث بقتل مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو 6 أسابيع، ويتردد اسم قناصة مجهولين أو مسلحين ملثمين. من الناصرية والنجف إلى ساحتي التحرير والخلاني تكرر مشهد القتل الجماعي، مرة باسم قناصة وأخرى باسم ملثمين، يبقون مجهولين في كلا الحالتين بحسب الحكومة. أما المتظاهرون فيرون في تكرار الهجمات محاولات لضرب سلمية تحركهم، سلمية تمنح الاحتجاج تأييدا شعبيا بمواجهة أحزاب متنفذة تحكم قبضتها على مقاليد الحكم كما يقول الحراك الشعبي. طارق ماهر العربي من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد. هذا وندد الدول الغربية بأعمال